بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايبنا، موضوعنا اليوم مثل ما وعدناكم بالفيديو السابق رح نحكي فيه عن أهم وأبرز فوائد البلوط للجهاز التناسلي في المرأة، أيضا التخفيف من آلام الطمث والغثيان عند الحوامل، وعن فوائد البلوط للجنس والأضرار والأعراض الجانبية من سوء استخدام البلوط. فاصل ونواصل. ما هي أهم وأبرز فوائد البلوط للجهاز التناسلي في المرأة؟ يساعد في تضييق المهبل والتخلص من هبوط الرحم بكفاءة عالية لاحتوائه على مواد قابضة. أيضا يساعد في علاج سقوط الرحم وتخليص المرأة من مشكلة سلس البول التي تحدث بسبب الولادات المتكررة، كما أنه مفيد لعنق الرحم. أيضا يعالج التهابات المهبل والمسالك البولية ويقضي على الجراثيم والميكروبات بكفاءة عالية. ويحتوي البلوط على زيوت تشحيم ومركبات مهدئة قوية تساعد في تقوية جدار المهبل وتضييقه بطريقة فعالة جدا، مما يحسن العلاقة الحميمية بين الزوجين. ويمكن الاستفادة من البلوط لتضييق المهبل بغلي قشور البلوط بالماء وعمل مغطس بالماء الناتج، وتكرر العملية لعدة أيام. يمكن طحن ثمار البلوط وغليها ومن ثم عمل مغطس في الماء الناتج، كما يمكن عمل وشرب شاي البلوط أو قهوة البلوط للحصول على أفضل النتائج. كما يمكن عمل حقن مهبلية وشرجية أو عمل جلسات مقعدية بمنقوع ثمار البلوط. وللتخفيف من آلام الطمث، ننقع ملعقتين من لحاء البلوط في كأس من الماء الدافئ ونتركها لمدة ساعة تقريبا، ثم يشرب بعد تصفيته بمعدل مرتين في أيام الدورة الشهرية حتى تخف الآلام. وللغثيان عند الحوامل، نغلي مسحوق لحاء البلوط بمقدار من الماء يعادل كأسين من الماء لملعقة كبيرة من مسحوق قشرة البلوط لمدة 15 دقيقة، ثم يبرد المزيج ويصفى وتشرب منه الحامل. فهذا المزيج يفيد في علاج حالات القيء أو الغثيان عند الحامل، وخاصة في الشهور الأولى للحمل. أما فوائد البلوط للجنس للرجل والمرأة، يقوي الانتصاب وينشط الدورة الدموية، يعمل على زيادة عدد الحيوانات المنوية للرجل، ويعزز الخصوبة لدى الرجل والمرأة، ويزيد من فرصة الإنجاب. ويستخدم أيضا كمنشط جنسي وفي علاج الضعف الجنسي عند الرجال، وذلك بخلط 30 جرام من لحاء البلوط مع 30 جرام من الحبة السوداء مع 50 جرام من اللوز مع العسل الطبيعي، وحبذا لو كان مخلوطا بغذاء ملكة النحل، والنسبة تكون عادة 10 جرامات من غذاء الملكات على كيلو عسل، وتؤخذ منه ملعقة على الريق ويشرب بعده كأسا من الحليب البقري الطازج. أما الأعراض الجانبية لاستخدام البلوط، قد يحدث بعض الاضطرابات في الأمعاء أو قد يحدث إمساك عند شرب شاي البلوط. إن استخدام البلوط أثناء فترة الحمل أو الرضاعة قد يسبب الإمساك. عندما نريد صنع مزيج من بعض أجزاء من شجرة البلوط لعمل مغلي، يفضل إضافة ورقة من أوراق نبات السنمكي حتى نعالج الإمساك الذي يسببه مغلي البلوط في علاج بعض الأمراض. أما أضرار البلوط، إن استعمالات البلوط الداخلية بكثرة قد يسبب مشاكل للأمعاء والكلى والكبد. طبعا هو منأكد أنه بكثرة، طبعا الاستعمال الطبيعي والأكل الطبيعي لا يضر، لكن الإكثار منه يسبب مشاكل للأمعاء والكلى والكبد. ولا ينصح بتناول البلوط مع الأعشاب التي تحتوي على الكلويدات والمواد العفصية أو المواد العفصية. ولا ينصح المرضى المصابين بالأمراض الكلوية أو أمراض القلب بتناول البلوط. وللبلوط العديد من الفوائد الصحية المختلفة، ولكن ينصح بعدم تناول البلوط لعلاج مرض معين دون استشارة الطبيب المختص، طبعا الطب البديل اللي بنقصده في ذلك. وكتحذير، أن الإفراط في تناول البلوط من شأنه أن يصيبك بالغثيان
وألم في المعدة. أيضا هناك تحذير حول استخدام لحاء أو قشور البلوط. طبعا هلأ بنحكي عن قشور البلوط، حكينا عن أضرار البلوط، هلأ بنحكي عن قشور البلوط. ما هي أضرار والمحاذير من استخدام قشور البلوط؟ بالنسبة للحمل والرضاعة الطبيعية من غير المعروف ما يكفي من تعليمات وتحذيرات عند استخدام لحاء البلوط أثناء الحمل والرضاعة الطبيعية، لذلك يفضل البقاء على الجانب الآمن وتجنب استخدامه. أيضا تجنب استخدام لحاء البلوط لمن يعاني من أمراض القلب، وأيضا في حالة الأكزيما في الجلد وتلف مساحات كبيرة من الجلد تجنب أخذ حمامات لحاء البلوط. أما في حالة العصبية فهو يسبب فرط توتر وضيق في العضلات، فلا تأخذ حمامات لحاء البلوط أبدا، وكذلك إذا كنت مصاب بالحمى أو العدوى. وإذا كان لديك مشاكل في الكلى فهناك قلق من استخدام لحاء البلوط قد يجعل مشاكل الكلى أسوأ وتجنب استخدامه بأي شكل من الأشكال. أما إذا كنت مصاب بالكبد فإن استخدام لحاء البلوط قد يسبب مشاكل أسوأ في الكبد، فتجنب استخدام لحاء البلوط بأي شكل أيضا من الأشكال. ونظرا لوجود عدد كبير من المواد المهمة في لحاء البلوط فإن هذه الأداة ذات أهمية كبيرة في الطب التقليدي وتحديدا في تأثيرها على بنية الشعر. سنقدم لكم في الفيديو القادم وصفات البلوط لتقوية ومنع سقوط الشعر والتخلص من قشرة الرأس والقضاء على التهاب فروة الرأس وتقليل دهون الشعر والوقاية من الثعلبة أيضا وتجعيد الشعر صحيا وتهذيبه بشكل جيد. حبايبنا، نتمنى للجميع دوام الصحة وراحة البال دائما. إن شاء الله يكون الموضوع عجبكم وننتظر رأيكم وتعليقكم مثل العادة. للإستفسار والمقترحات وأي سؤال يمكن وضعه في تعليق أسفل الفيديو وسنجيب عليه إن شاء الله. نشكركم جميعا المشتركين وزوار على تفاعلكم وثقتكم بنا. منرحب بزوارنا الجدد اللي عم يشوفونا أول مرة. إن عجبتكم القناة وبتحبوا تتابعونا، الضغط على زر الاشتراك وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد. وكما عودناكم دائما بالجديد والمفيد بإذن الله. دمتم في حفظ الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.